Hey guys, j'espère que vous allez bien, que ça se passe très très bien chez vous. On va faire une nouvelle vidéo, Alors, allez chauffer le titre, ou allez chauffer la salle qu'on a fait aujourd'hui. We are gonna talk hair. Récemment, quand je dis récemment, je ne me rappelle pas exactement quand, mais j'ai décidé, قبل ما نصبغ شعري بالأورانج, j'ai décidé, أنني c'est bon, طلع لي شعري قصير في راسي. Ou radin tolo. Donc j'ai fait un reel où je vous raconte un petit peu the journey de my hair halam. Hey salam, hadi ana ou ta hadi ana. Yep, kant sif. Qatat sbaght chari le 17 juillet 2021 ou عاوتاني le 6 décembre 2021 ou عاوتاني le 15 mars 2022. والله ما عندي ما نقول لكم about your girl gets obsessed. وهذه كانت هي اكبر تكريجه درت. دابا اوني لو 15 او 2022 وهذا هو شعري. لا فيغيتي لي با مال ما بيهش. المهم هضرت بزاف. اي نو اللي بغيت نقول لكم هو بغيت نطول شعري, او بيان سور جو في بارطاجي تو سا افيك توا. الوغ بحال شفتو جيتي اوبسيدي باغ شعر قصير هلا, حيتاش ما عمري قصرت شعري بزاف. اي جو مي سوي دي فازي نقصرو شعر. مي دابا توحش شعري طويل, اي دوبي ما بوستي داك الغيل اي ام تراين تو ورك فور شعري باش نطولو, مي انكور بلوس باش نعمرو, حيت كان عندي شعري خاوي هنا. اي هادي واحد اليومين, لا ماشي يومين, هادي واحد الشهر جا في اون ستوري في انستغرام لي درت فيها دي ابديت ديال فين وصل شعري, اي كلشي ا دوموندي اون روتين باسكو ا بار لو فيت كو شعري طوال مو سافا, زعما ماشي شي حاجه اكستريم ولكن سافا جوغ طوال. ا بار لو فيت ان شعري طوال شعري عامر, دونك نزولو هاد الاجب هذا و غادي نوريكم ان تي بو جوغ هاد البلايص هادو كانوا ايبر خاويين. كنت ملي تنجمع شعري كامسا تيبقى هاد البلايص خاويين. Donc voilà. Et aussi, bra une routine détaillée. Il faut savoir que Anna My Hair had la semaine, mais fait aucun produit. Quand je vous dis aucun produit, donc je me douche au savon. Genre je l'ai pas stylé, mais je fais la cream, la tahaja. Et ça c'est un truc li I've been doing frequently lately. Quand j'ai roulé zèv récemment, à l'âge de 1 parce que quand je suis belle et aussi qu'elle a fait l'endo. كيرلي هير انا كنت تغسل خاصك تقريبا نص نهار كله باش شعرك ينشف. دونك ملي كنغسل بالليل الا ستايليتو درت فيه لي برودوي كومباني ومشيت للناس بحال ما درت حتى وزا, دونك كنخرج من الدوش وكنخليه. اي انكور بلوس جوغ جو سي كو انا جيسي دو شوازير لي برودوي لي بلو كلين بوسيبل, ولكن سا ريست دي برودوي. دونك ان سارتان مومون بيسكو كيرلي هير كنستعملو جوغ لي برودوي, بغيت ندير a kind of detox من لي برودوي. دونك سيمانه كنبوكلو سيمانه كنخليه هكا وما تشوفوهش هكا راه كان زوين, مي دابا حتى شمعت وفقت وداكشي رجع لحالته. اي سا مو بيرمي دو فوار لا رياليتي ديال شعري ولا ذا ريل ستيت اوف ماي هير, حيت بوكلي بيان ديفيني تو حاجه و رو هير حاجه اخرى. دونك فوالا. Ou en plus, le volume, j'ai gagné beaucoup trop de volume, ce que j'adore. And everyone adores that of curly hair. Donc, la première chose que je vais avant la douche. Quand je vais juste dire avant la douche, la première, ma patrie, je vous laisse là. C'est le sérum de peptide, multi-peptide de The Ordinary. Je vais vous dire le produit, c'est-à-dire environ 6 mois, sinon plus. Je vais vous parler beaucoup parce que franchement, je l'adore. C'est un produit qu'on met... في الايام العاديه في الصباح ولا في الليل ولا كما بغيتو, سي با ان برودوي خاصو يتغسل اي داير بحال الماء. دونك جو لابليك في البلايص بحال اللي قلت لكم اللي عندي خاويين ايتو, اي سا ايد بوكو ان شعري فوالا يخلف. دوزيام شوز اللي هي ديجا عندي سي سو تروك لا, اي جو تروف كو هاد الزيت هادي اتس ا ميركل فرانشمون جو لادور. جو سي كو بزاف ديال الناس كيهضروا عليها. دونك انا براسي ملي بغات تشريها ماما جيت ان تي بو فوالا ما عرفتش واش سا فو لابيل او با, مي ابخي فاش كنت في المغرب كانت ماما ديجا شرات ان باك دو 3 اي جي كومونسي ا لا ميتر افيك ايل وطلعت معايا قرعه. اي بوغ فو دير جوغ شوفو مبقاش فيها جوغ هادشي اللي بقى. Je l'adore, Hazit, Smita Hair Zaman, c'est une entreprise familiale, c'est Zit Msoba 100% naturel, c'est Tlatao, je pure oil and Tlatin organic plants,
سي هاند ميد اند هوم ميد سي اون ريسيت دو 50 ans ولا ما نعرف يونيك 50 year old formula made from real pure plants and oil sourced from the highest quality and areas of Morocco. Donc j'espère vraiment ah non, ils vont rien changer parce que je l'adore. Alors je prends Hazi Sadi et je la mets un truc comme ça ça aide parce que quand je coupe bien chari vraiment et quand je coupe bien chari deux fois par semaine. Une fois par semaine les fausses semaines quand il a pendant une heure et demie là comme عارفين mais par contre quand c'est samedi dimanche quand il y a le plus possible des fois à 3 heures 3h30 mais ma mrit الناس بها jamais de la vie. Donc اول حاجه كندير c'est que j'essaie de démêler my hair. Mais dis souvenez علاش ما كنمشطش شعري علاش it looks ridiculous. Alors qu'est-ce que je fais, c'est que je prends ça et tiens, je coupe partout genre ma racine mais vraiment genre quand je coupe ماشي ما كنتمقشش على شعري كنشقق فريمون بزاف جوغ اناف زيت ماشي عاود بزاف مي راكم عارفين جميع البلايص بوسيبل البلايصات اللي كنحس بهم خاويين ولا ديني دمو لوف كندير كثر فوالا اي هي نورمالمون تيكتبو كاتبين في لاب في الايباد ديال القراءه كوم كوا يمكن لك ديرها في طاغاسين و aussi في تي لونغور انا حيتاش مي لونغور كيكم تشوفوا هبط الزهريه كلها اللي كنديرها في مي لونغور دونك اي سو ان بو بلوس ناشفين ك كو شعري زعما كله دونك جو ميلانج هادي الزيت مع شويه ديال الزيت ديال الكوك وشويه ديال الزيت ديال اللوز وهما اللي كندير في مي بوينت دونك ها شعري مزيت فريمون مزيت ممكن تسناه يطول غير واحد شويه كامسا يمكن لي نقطع لي بوينت باسكو لي بوينت لي مصبوغين هادو جي امبريسيون كو جوغ ديجا نشفو بزاف اي اون سي توس كو لي بوينت راه ما كيعاودوش يعيشو كيكذب عليك كذاب لي قالك كاينه اون مانيير دو تقادو لي فورش ديالكم الطريقه الوحيده باش تقاد لي فورش ديالك هي انك تقطعهم حيت صافي اتس اوريدي ديد سو فوالا الوغ كيعجبني ندير الزيت نبقى نشطب حاجه pendant واحد 5 minutes 10 minutes شحال ما بغيت l'impression que c'est un bon massage pour la circulation ou en même temps زيت كتمشي دو بارتو alors انا دابا اليوم عندي الوقت دونك غادي ندير ان شينيون ونتسنى فوق ما كان باش ندخل ندوش فوق ما حسيت براسي خصني ندخل ندوش الا ما كانش عندكم الوقت بزاف ديروا فوطه سخونه فزقوها شويه ديروها في ميكرو تسخن مبدلو على راسكم بانو واحد 30 مينوت ولا ساعة لو فات كو انها سخونة اد ان الزيت تدخل غابيدمون في ان مون في ان زعما في ان لابس دو طون قصير سايد نوت الا شعركم طاح ما تخلوش شعر اي سوبوزي خاصو يطيح مثلا اكثرية الا عندكم لي شوفو بوكلي بيسكو ما كنشطوهمش اسي ولا ما كنش انا بعدا ما كنشطوهم من الدوش للدوش دونك الا طاح لكم شعركم سي با غاف راه خاصو يطيح حيتاش كون هكا كتمشط شعرك نورمالمون خاصو يطيح ان سيغتان اماونت ديال الهير دونك لو فات كو حنايا حيتاش انا شوفو بوكلي ما كنمشطوهمش طوط لا سومان دونك ملي كتمشطهم سي نورمال يكون الشعر شويه كتير المهم انا هادشي هو اللي طاح لي اليوم ملي مشط شعري انا جو تخوف كو سي غيان دو طو باسكو ما مشطش شعري من الدوش اللي فات دونك جو تخوف كو سي سافا خرجت من الدوش الوغ جو كرو با كو جو بوكلي مي جو لا فيريتي نخلي مرتاح واحد شويه مي بغيت غير نوريكم لو شامبوان اي ماسك اللي درت في شعري الا كنتو متبعيني دوبي تري تري لونطون غادي تعرفوا بلي هاد الوقت بزاف وانا كنقلب على لو شامبوان اللي جاي مع شعري ليتو فاش كنت كاع في فرنسا كنت كندير ان موا ان شامبوان وما لقيتش نهائيا حتى جي مني جيت لهنا عرفتي شحال من شامبوان شريت وعاود شريت وعاود شريت واش نوريكم انا نوريكم الا كنتو هنايا يمكن نوريكم شنو هما لي شامبوان لي شريت وما صدقوش الوغ بيسكو بغيت نطول شعري نعمرو كومباني جي كومونسي ا فيغ اتونسيون لي زانغريديون دوكو جوتيليز يوكا بور فوار شنو هي اللي يمكن لي نشري وشنو اللي ما يمكنليش نشري واخا كنسمع على شي حاجه مزيان الا ما كانش تري بيان نوتي في يوكا ما كنستعملش ما نديرهاش في شعري فوالا نوريكم لي شامبوان اللي لقيتهم اي زيتي تري تري بيان نوتي في نوت في يوكا ومن بعد سيتي اون كاتاستروف قبل ما نوريكم لو شامبوان كو جوتيليز اي ديتو كو هاد لو شامبوان كو جوتيليز هو ارخص واحد فيهم دونك اول واحد هو سولوي لا سي لو دكتور كونو
كونوبكاس شي حاجه بحال هكا نويشين شامبو سي 98% ناتشورال اوريجين الي فيغان تري تري بيان نوتي فيوكا اللي تيستعملو كلشي كيعجبو جو لي تروفي في تيكي ماكس لا فيريتي هذا ملي تيخرج مثلا نخرج من الدوش وشعري يلي بنا باغ كونتخ الدوش تيلصقلي على شعري اي فيل لايك بحال كنبغي نزول الشامبوان بحال غنزول راسي معاه دونك ليكسبيريونس نيتي با سا ما استعملتوش بزاف يمكنكم تشوفو فوالا تيبقى فيا الحال كون جوتيليز با لي تروك كوم سا وكيما ديما ندير دي فوا كنغسل بيهم ماي ميك اب براشز هذا خديتو من دي ام تا هو في لي 3 4 اورو اي ثينك سي لو ناتشورال بوتوكس اي تا هو سي بور لي شوفو ناشفين افيك ويل دارغون تا هو 98% ناتشورال نانانا تري 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 بيان نوتي فيوكا فيه شي 98% وشحال او على 10 فيوكا باغ كونتخ سيم ثينك كو ذيس وان كان هي كنديرو في شعري كنلقى عليه الماء بشت تيلصق شعري تيلصق على مون كوير شوفولي متيبغيش يتحرك دونك ذيس وان از نو نو دابا اللي كنستعمل اي لو تخوك لو موان شيغ اي مالوغوزمون اتس ليميتد اديشن مي سي لو C'est un shampoing de chez Balaya, mais tu dis même pas 2 euros, même pas 2 euros à Fakoum. C'est limited edition parce que c'est un winter protect pour Charles. C'est pour le cuir chevelu neige et pour les cheveux neige fines. Il est fait de kératine et de pitaya extract. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Il est extrêmement bien noté Fiuka. Il est à 96, je crois, pour cent. Et bien c'est dire franchement ton chare silky smooth et chare في الدوش ماشي انا كلكم تشوفوا غير ملي كيخرج من الدوش نورمالمون ملي كيكون الشامبوانات الاخرين كيخرج لاصق مطمص با جو تو جو لادور جو لادور جو لادور جو لادور تيلمون جو لادور كو il est en rupture de stock depuis un moment في دام وكنتسنى يرجع باش ناخذ منه بزاف حيت خفتو يكون فريمون ليميتد اديشن وما يعاودوش يديروه Pour le masque, encore de chez Balaya, franchement, j'en prends comme 10 années et je cherche, I go fancy, dis-moi, oui, malheureusement, il y a l'air de la douche, donc je m'en dis les shampoings comme ils les réalisent, parce que les tout. Mais I go always fancy, comme à Fini, et Réalien, ou I don't like them, ou Métis de l'Outestifada. Et j'ai commencé à tester la gamme de Balaya pour les cheveux. Mais le prix, ça va être une catastrophe. Mais sur Yuka, c'est très très bien noté. Les ingrédients, ils sont legit. Et j'adore. It smells like yogurt, straight up yogurt. Et ça hydrate tellement bien les cheveux. J'adore ça. En fait, je l'utilise soit en masque, en douche, ou bien regarde, des fois. تنديرو هو تنديرو فيه زويته وداكشي وكنديرو في شعري نص ساعه قبل ما ندوش وكندخل نغسلو دونك فوالا هادو هما لي دو تروك كو جادور ان تي تروك كو جو في ريسامون سي كو جوتيليز دو لاسيد هيالورونيك مي كيكون شعري فازق يا اي نو ات ساوندز ويرد ات ريلي ساوندز ويرد ولكن كنشتا في واحد تيك توك مشيت قلبت ولقيت بلي سي تري تري بيان بيسكو سا هيدرات سي لا ميم دو لا ميم مانيير افيك لاكيل سا هيدرات لا بو سا هيدرات تي لي شو تي لي شوفو دونك مي يكون شعركم هكا ماشي يعاود دريبين ويت هوميد خدو دو لاسيد هيالورونيك مو جوتيليز انكور سولي دو باليا هذا كنت كنديرو في وجهي ابخي جي اشتي واحد ديال فيشي دونك كحزت هذاك اللي رخيص شويه لشعري وخليت اللي غالي لوجهي دونك جون مي هكا دو تخوا بيتيت غوت تنقسم شعري على جوج و تنديرو في لي بوينت كو لي بوينت دو مي شوفو اي سا مارشي تري تري بيان دوبوي و صافي هادشي اللي كاين حق الله جو سي با كيسكو جو فيغ افيك مي شوفو باسكو مازال عندي بزاف الحوايج ما يدارو غادي غير نشطو و غادي ندير فيه شويه ديال ليفين كونديشنر وغادي نخليه يعيش الحياه ديالو ابخي غنوريه لكم ملي غادي نشف جو في لو ليسي زعما تو اير دراي ونوريكم لو فوليوم متى تيخرج من بعد الدوش الوغ ذيس از ماي هير بلا تا برودوي تا حاجه مازال واحد شويه فازق فريمون ليتل بيت دام بو صافي مي فوالا هذا هو شعري هذا هو الفوليوم اللي عندي ما دايره فيه لا كريم لا والو كيما خرجت من الدوش خليته من شفتو لا فوطو لا والو خليته نشف على خاطرو اي ريسامون جابريسي ان تي بو بلوس كيما قلت لكم شعري بحال هكا كنخليه شويه على راحتو ايش
وصافي هادشي اللي كاين. جيسبيغ فريمون لا فيديو تكون عجباتكم. مازالين جايين وحدين اخرين، الا بغيتو بحال قلت لكم قولوا لي في الكومونتير الا بغيتو كيرلي هير روتين كون زعما كان ستايلش علي وداكشي. وصافي الا بغيتو تشوفوا هاد الوجه انكور بلوس فو لاس مون انستغرام ايسي. سي فو فولي سوبورتي لا مارك فو لاس انستغرام دو لا مارك ايسي. اند هير از اول ذا لاف، ذا كيسز اند ذا هاكس فور يو جايز. باي.